الرجاله لو شوفين يعني يودون طليان الصوت ب 75. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لرئيسة وجدان مساء الورد والياسمين والاستاذ مشرق. الرجل يعني حقيقه يعني معجب به بتصريحاته، يعني يملك روح وطنيه حقيقه. انتخاب مجالس المحافظه ست وجدان حقيقه احنا نتامل تغيير، نتامل لكن نرى انه تدوير نفس الاحزاب ونفس الشخصيات. وتنشوف يعني عندنا هسه بدياله نشوفين الحمله على قدم وساق. يعني تصوري احد موجودين، يعني انا يزورون يوميا واحد او اثنين من المرشحين والمرشحات وبيهم وجوه جديده وطيبه ان شاء الله. لكن هل السؤال، هل هذه الحيتان الكبيره والاحزاب راح تسمح لهم يصعدون دولة؟ احنا نتمنى امنياتنا. يعني دياله لو شوفين يعني يودون طليان الصوت ب 75 الف. زين ابو زياد، احد جاكم من النواب الجدد والزور فواشيك وتعالوا ابو زياد الى الوحده بالليل الفاتحه يمي وفد كلام؟ يعني احنا نتمنى ونبلط لك الشارع ونسوي لك المدعي الفلانيه والمحولات الكهرباء تتبدل وفد امور عجيبه غريبه. يعني يعيشون هو ما بقى شيء ابو زياد، ما بقى شيء. هسه الطليان تنأكل ابو زياد، الطليان تنأكل، بس خلينا نشوف المولدات والتبويض. الناس شافت، يعني يقول لك حتى الانتخابات اليوم بده يمشون بيها على الرعايه الاجتماعيه، راح توظيف، اطلع ابنك من السجن، خلينا نحكيها واضح اكثر. هذا السبيس الحج اللي قال اصلا من الانبار وايضا من بغداد ومن واسط ودياله جايبين الطليان وقاعدين. يعني دكتور بس انا خليني اقول لك شيء، هسه احنا يمكن 6 اتصالات 7. نعم. يعني اذا بيها استبيان ممكن 50% يعرفونه. هذا قمه الخوش، كل زين. كل زين. هذا زين. انه احنا بدينا نؤثر وبدينا الناس تعرفنا وتسالون في تفاصيل التفاصيل. يعني هاي المهمه، ترى هذا كلش مهم بالنسبه لنا احنا، خلينا نلاحظه، وهذا اللي يخوفهم يعني. وهذا الياس المزروع عند الناس، مو احنا زارعين، هم اللي زارعينه بسبب تجاربهم السياسيه السابقه. للعلم احنا قبل تشرين كنا حالنا هم حال الناس، ننتقد نقول ما يصير تغيير، نفس الشيء، ما راح يتغير شيء. لكن خلاص وصلنا مرحله انه احنا نتصدى. فاحنا لا تحملونا بس الرساله للناس، لا تحملونا اخطاء ذول السابقين كانما احنا يعني احنا اذا اليوم اللي اخطانا اليوم احنا لو الحياه مستقره في جالهم دكتوره وجدان، لو الحياه مستقره في جالهم ما نشتغل سياسه. طيب ما نشتغل سياسه. وارجع لك اقول لك ترى هم 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 صقوره مكسره جناحاتها، زين ما يخوفون يعني. لا هذا مو صقور هم، العفو مو صقور هم. اليوم اثبتتم انتم يعني الشعب اللي عرفكم واللي انتخبكم واللي ايضا كانوا في ساحه التحرير، لكم قوه داعمه واثبتتم هذا الشيء. يعني اذا اليوم نفترض حققتم نجاح كبير وحصلتم على عدد من الاعضاء وايضا وتقابلتم اغلبيه من الاحزاب المهيمنه، خلينا نقولها، يعني راح ينفع وجودكم ومشاركتكم اذا كنتم لا سمح الله عاجزين عن الغايه الاساسيه وهي الاصلاح؟ تحياتنا للنائب الشجاع ابو اروى فاق الشيخ علي. كان يخلق فوارق كبيره بعضو برلمان واحد. هاي التجربه اللي لازم نبوعها زين. احنا مثال الوسي وبعض الشخصيات المهمه اكو خلقوا، لو كان اكو التفاف للمشروع المدني بشكل اكبر مثل اليوم باكبر تحالف، انا اقول لك كانت الاشياء تصير اكبر تغيير بشكل اسرع. فلا تقولي لي ما ياثر، قولي لي اذا واحد راح وقبل بالتاهو بالمكتب وبالخرجيه على قولتهم، هذا ما يغير، هذا ما تسمعي له صوت، هذا ينكفخ، هذا يصير تابع، هذا يطلع من نهجه. لكن اذا واحد يحكي بشجاعه ووجوده قوي وما يخاف من عدهم وما يقبل هاي الاشياء اللي محاولين يقدموها، انا اقول لك راح تصير تجربه رائعه جدا. انا يعني في مشروعنا اكو كثير من الشباب، غالبيه الشخصيات هي من الناس اللي يعول عليها وناس قادره على التصدي.